ولمزيد من الحديث والنقاش في الموضوع عن الفساد المستشري في المنافذ الحدودية تحديدا ووعود الحكومة بالسيطرة عليها، معنا من باريس الدكتور أمير المفرجي السياسي العراقي المستقل. مرحبا بك معنا دكتور. مساء الخير، شكرا على الاستضافة. مساء الخيرات. المنافذ الحدودية دكتور خارج سيطرة الحكومة منذ سنين، وفي الأعراف السياسية تمثل هذه المنافذ من المفترض أنها تمثل هيبة الدولة. ألا يتأثر مفهوم الدولة وهيبة الدولة بخروج منافذ حدودية رئيسية عن سيطرة الحكومة؟ من الطبيعي أن هذه الظاهرة الخطيرة في العراق هي ظاهرة قد بدأت مع سقوط الدولة العراقية وبدأ دولة الميليشيات. وصحيح بأن منذ أكثر من 17 عاما قد سرقت من الأموال العراقية عن طريق هذه المنافذ وعن طريق نظام المحاصصة أكثر من 450 مليار دولار. إذن هيبة الدولة هي لم تكن موجودة، لأن الدولة اللي هي أصلا غير موجودة. ولكن تبقى المشكلة أن هذه المنافذ الحدودية هي منافذ خصوصا تربط العراق بإيران وبالنظام الملالي في إيران. من هذا المنطق يعني القضية حساسة، والقضية يعني لها ثقل كبير بالنسبة لما يحدث في العراق، خصوصا في قضية الصراع الأمريكي الإيراني على أرض العراق والعقوبات الأمريكية. إذا هذه العقوبات هي صحيح أنها يعني لها صلة بالاقتصاد العراقي، ولكن أيضا لها صلة بالسلاح الإيراني الذي يدخل عن طريق هذه المعابر للعراق، وغياب هيبة الدولة التي هي أصلا ليست موجودة بوجود إيران داخل المؤسسات العسكرية والاقتصادية. دكتور، الحكومات المتعاقبة وآخرها حكومة الكاظمي توعدت بإعادة السيطرة على هذه المنافذ، هل تعتقد أن هناك إرادة حقيقية ولا سيما لهذه الحكومة للسيطرة على هذه المنافذ، أم أن الأمر مجرد وعود تسويفية ولن يحصل على أرض الواقع؟ صحيح هناك إشكالية كبيرة من هذا الموقف الذي نراه مع السيد مصطفى الكاظمي، لأننا وكما نعرف أن السيد مصطفى الكاظمي هو جاء من خلال نظام المحاصصة الذي عمل في العراق، وهذا النظام الذي يعتمد على الأحزاب التي لها اليد فوق يعني الوجود العراقي الوطني، وجود النخبة العراقية التي تستطيع أن تعمل. نحن نعلم بأن الموارد العراقية قد خسبت بين هذه الأحزاب في جميع الوزارات، وأن هذه الوزارات هي التي يعني استطاعت أن تسرق هذه الأموال بطرق يعني شبكات يعني منظمة جدا. إذا السيد مصطفى الكاظمي، أنا يعني في اعتقادي الشخصي الذي جاء من خلال التصويت عليه من قبل الأحزاب الطائفية الموجودة في البرلمان، وخصوصا أحزاب السيد العامري وأحزاب الحكيم وغيرها. إذا السؤال والإشكالية هو من أين يستمد السيد مصطفى الكاظمي هذه القوة لمجابهة مشاكل السرقات في المنافذ الحدودية، مع العلم أنه هو الذي انتخب من قبل نفس هذه الأحزاب التي تسرق في يعني المنافذ وتسرق في كافة مؤسسات الدولة. هذه هي الإشكالية. إذا هناك علامة استفهام على ما يحدث في العراق، ولكن قد يكون هناك جواب على هذا، ولعل الأيام تكشف ذلك. لكن أيضا هناك علامة استفهام دكتور على ما تمثله هذه المنافذ بالنسبة للميليشيات والأحزاب من الناحية الاقتصادية، وإلى أي مدى ساهمت في بناء ثروات الساسة من قادة الميليشيات وغيرها. شيء طبيعي أن النظام السياسي العراقي الذي عمل به منذ 2003 هو كان نظام طائفي بامتياز، اعتمد على وجود مؤسسات شبه رسمية أو غير رسمية. يجب يعني أن نقول بأنها اعتمدت على أموال الدولة العراقية في نموها وفي انتشارها في هذه يعني الفترة. إذا يعني هذه المؤسسات استطاعت أن تدخل إلى العمق السياسي والاقتصادي للدولة العراقية، حيث استطاعت أن تنشر وتبني
العراق الجديد الذي تمثلها يمثلوه من خلال الطوائف ومن خلال الميليشيات التي نراها كيف عملت في العراق. ولكن احب ان ارجع الى السؤال عن قضيه مصطفى السيد مصطفى الكاظمي، وان يجب ان نعمل يعني ان نفهم بان هناك انقسام داخل هذه الاحزاب. قسم من هذه الاحزاب هو الان مع السيد مصطفى الكاظمي للخروج من المزق الذي جاءت به الولايات المتحده الامريكيه. ما نلاحظ من يعني وضع بعض القاده الذين هم داخل هذه الاحزاب في بعض المناصب الجديده على المنافذ الحدوديه لهو دليل على وجود البعض من هؤلاء يعني يفضل ان يبقى في هذه يعني السلطه التي يمثلها السيد مصطفى الكاظمي للخروج من المأزق القادم، الا وهو يعني اندحار النفوذ الايراني وركوب موجه جديده يعني يقوم بها السيد مصطفى الكاظمي. هذه هي الحقيقه انا في اعتقادي. نعم. طيب، اتهامات للميليشيات والأحزاب كما تتابعون التي تسيطر على هذه المنافذ بإدارة عمليات تهريب السلاح والممنوعات وغيرها، كيف يمكن أن ينعكس على الداخل العراقي وهو يشهد تفشي كبير للسلاح والمخدرات؟ شيء طبيعي، هناك يعني اتجاهين بالنسبة إلى هذه يعني الأعمال التخريبية التي تقوم بها الميليشيات. أولا على الوضع الداخلي العراقي من خلال نشر يعني نشر المخدرات ونشر السلاح إلى المجتمع العراقي ل يعني تأجيج المسألة الطائفية، والجانب الآخر هو جانب خارجي وهو في يعني صلب الموضوع، ألا وهو جعل العراق كجسر لعبور إيران وعبور الأسلحة الإيرانية إلى داخل العراق ومن ثم إلى سوريا وإلى اليمن وإلى لبنان. إذن الذي يعمل من قبل الميليشيات هو على جانبين، الجانب الداخلي العراقي يعني إضعاف المسألة العراقية وإضعاف المجتمع العراقي من خلال التأجيج الطائفي ومن خلال حرب الميليشيات التي نلاحظها الآن وحرب الهاونات التي تقوم بها هذه الميليشيات، وبين الجسر الذي تستعمله إيران في مشروعها القومي الفارسي للوصول إلى البحر الأبيض المتوسط. نعم. أشكرك جزيلا الدكتور أمير المفرجي السياسي العراقي المستقل، كنت معنا عبر سكايب من باريس.